شوقي، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا ترى في اخبار جديده؟ يا دكتور الحمد لله يا حاج شوقي، ربنا يخليك ويبارك لنا فيك يا رب. وكما اكدت دلوقتي احنا قلوبنا كلها معك يعني. باذن الله باذن الله دكتور، خير باذن الله. ويا ترى في تطورات في الموقف؟ ده جامد جامد، هتسمح سمع خير باذن الله دلوقتي. يا رب ان شاء الله. يا رب سمع خير، وهسمعك سمع خير باذن الله. فرح بورسعيد ومصر كلها عشان نعرف الجيش بتاعنا بيشتغل ازاي. والله العظيم الحمد لله. وانا يعني مش عايز اقول لك، جامده جدا. يا رب يا حاج شوقي، ويعني ودموعك دي تاكد انها غاليه على كل انسان مصري يعني. يا رب يا رب، لانه نحن نتعامل الان مع مواطن مصري واب مصري، وليس ربنا يحمي كل مصري ويحمي شعب مصر كله. يا رب يا رب يا حاج شوقي، وايمن يرجع ان شاء الله النهارده وينام في بيته ان شاء الله. يا رب هو الناس كلها مش ايمن بس، انا عشان انا مصري. انا قلت ده يا حاج شوقي، ان انت يعني وانت بتكلمني وبلد بحبها. انا قلت ده وانت بتكلمني ان انت كنت مهموم بكل الذين تم اختطافهم في بورسعيد، ما كنتش بتتكلم عن ايمن بس، كنت بتتكلم على حاله الامن في بورسعيد. مش ايمن بس، ما هم كلهم ولادي يا دكتور، كلهم ولادنا يا دكتور. ودي بلدي، انا بحب بلدي، بحب مصر، بحب بورسعيد، كل مصر بحبها. كل الناس اللي في الثوره ماتوا معيطنا عليهم، وكل الناس اللي يعني اقول لك ايه، الواحد يعني مش قادر يتكلم، انا مش قادر اتكلم. انا مقدر كل مشاعرك واحزانك ومخاوفك يا حاج شوقي، لكن جميل ان انت تتكلم معايا، لان انت عارف مدى حبي ليك، وجميل انك تتكلم عن قضيه عامه مش قضيه خاصه يعني. بالظبط يا دكتور بالظبط. يا ربنا كده يحمي المصريين ويرجع الجيش للشارع تاني، ويرجع كل حاجه كويسه تاني. يا رب يا رب يا رب يا رب يا حاج شوقي، نتمنى كل خير لمصر كلها. ما احنا مصر، انا بادرت حاجه، بادرت بلدي. يعني المشكلة كلها اللي بيبهدل ده بيعمل ليه؟ ما هو بيبهدل بلده، واللي بيقتل ده بيقتل بلده. ليه؟ ما هو الشعب لو نزل، الناس الداخلية والجيش، الناس بس يلم الناس اللي بره ديت، الناس اللي عمالة تضرب في الناس وتاخد عصابات من الناس وتاخد فلوس من الناس، ليه؟ ما هو موطن زيك زيه، وبلدك هترجع أحسن من الأول. والله إن شاء الله يا حاج شوقي. اسمح لي بس اكد للساده، اسمح لي اكد للساده المشاهدين على انه لا صحه لكل ما كتب وقيل من قبل على انه في نزاع على ارض، وانه ده بسبب النزاع على الارض تم اختطاف ايمن. المساله ما لهاش علاقه خالص باي ارض. لا 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 لا، مفيش الكلام ده، الكلام ده غير مفيش موجود خالص منه، ولا يعني الناس اللي اخذوها ديت عشان خاطر شيء، مفيش الكلام ده يا دكتور. هي مساله عمل اجرامي مش اكتر، بالبحث عن الفلوس. بالظبط يا دكتور بالظبط بالظبط كده، ربنا يرجع بالسلامه. بس مش هو بس، يا رب كل المختطفين يا رب يعودوا اليوم الى بيوتهم وعائلاتهم. يا رب يا دكتور، يا رب. واحنا هنفضل معاك يا حاج شوقي، وعندي امل وعندي تفاؤل وعندي ايمان بالله وحماس بقدره رجال العسكريه والامن المصري. ربنا يخليك يا رب. والله قبل نهايه الحلقه النهارده هنكلمك وهنكلم يعني ايمن بمشيئه الله. كابتن سيد زكريا معايا ما سابنيش، وكل بورسعيد معايا ما بتسيبنيش 24 ساعه في الشارع. لا مش بورسعيد بس يا حاج شوقي، مصر كلها معاك، ومع كل أيوة مصري غائب عن بيته. مصر كلها والله، فعلا والله العظيم ده يعني مش عايز اقول لك. الجيش المصري اللي جه من لم اقول لك ايه، يعني بورسعيد النهارده حاجه، اقول لك ايه، مش عشان ايمن شوقي، والله انا شفت حاجه جديده النهارده، جديده مش موجوده. اقول لك ايه، والله بامان هيبقى في امان، وهيبقى في استقرار باذن الله للبلد باذن الله ان شاء الله. حاجه شوقي، انا عايز اقول لك، انا عايز اكون انا اول واحد يبشرك انه ايمن هيرجع النهارده، وان شاء الله انت، انا عارف ان انت بتشوف البرنامج الاهلي اليوم كل يوم. أيوة. فانت هتبقى ضيف ان شاء الله مع ايمن ان شاء الله. يا رب يا رب يا دكتور، يا رب يا حاج شوقي، يا رب ربنا يطمنك ويطمنا كلنا على كل من اضطر للغياب عن بيته وعن أسرته وعن أمانه وعن حياته المعتادة. يا رب يكتب الأمن والسلامة لكل